السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome again my dear students of first year secondary. It is Miss Iman Da'as keeping my promise to tell you the secret of superiority. أهلا بيكم أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، وعلى وعدنا هنعرف مع بعض سر التفوق. Today إن شاء الله we are going to complete طبعا unit 1، لأن احنا اتفقنا إن المنهج نزل عبارة عن modules، وكل module فيه 3 units، وكل يونت بيكون فيها 4 lessons، والليسون 5 بيكون عبارة عن جزء من الشابتر، جزء من الستوري. طبعا الستوري المقررة علينا السنة دي هي تريجر ايلاند، وهي جاية كأن هي جزء من كل يونت lesson كده، lesson 5 بنقرا مع بعض في الشابتر وبنعرف بيتكلم عن ايه، وبتبقى فرصة كويسة لأن هي بيبقى معظم اللانجوج اللي فيها related to the unit، وكمان بتدينا يعني ما فيش اي لغه من غير ما ينفعش ندرس اي لغه من غير ما ندرس الليترتشر بتاعها، الادب بتاعها. ومن اهم انواع الادب اللي بيعكس الحياه والعادات والتقاليد لاي مجتمع هو الليترتشر او القصه، الادب بتاعها او القصه. القصه هنا السنه دي عندنا اللي هي تريجر ايلاند، وطبعا كاتبها ذا جريت اوثر طبعا روبرت لاوز ستيفنسون، وده من اشهر الكتاب اللي كانوا موجودين ان ذا 19th century في القرن التاسع عشر. وبيوضح لنا فيها جانب مهم جدا اللي هو ادفنتشرز ان ذا سي، وجانب كمان انساني هنشوفه along the story او along the chapters of the story. فلو شفنا كده مع بعض on the screen هلاقي عندي في picture اللي هو الانترفيس بتاعها. picture زي ما احنا شايفين في شاب وفي سي، يعني نقدر نتوقع كده او we can expect that we are going to watch a lot of sea scenes، هنشوف مشاهد في البحر، او at least description of the voyages and adventures in the sea، هنشوف مع بعض طبعا مشاهد ومغامرات في البحر وكمان حكاوي عن البحر واللي بيحصل فيه او related to the sea. طبعا نشوف كده مع بعض. احنا طبعا عارفين انه عندنا من the main character، الشخصية الرئيسية بتاعتنا في الستوري هي جيم هاوكنز، وهو في نفس الوقت the narrator of the story، هو نفسه راوي القصة جيم هاوكنز. يبقى ده هو المين كاركتر، هو الشخصية الرئيسية وهو the narrator of the story. طبعا الكاتب بتاعنا ليه اعمال مؤثرة جدا، وليه طبعا هو مش بس روبرت لاوز ستيفنسون مش بس اوثر، لا ده كمان بوت، كمان شاعر، وليه فيرسز كتيرة، اشعار كتيرة وجميلة. هو مات at the age of 44، رغم انه مات في سن صغير سنة يعني هو عنده 44 سنة، لكن ساب لنا great treasure of novels and poems، طبعا ساب لنا ارث كبير جدا من كنوز طبعا القصص والpoets او poems. بنقول انه الشخصية الرئيسية في تريجر ايلاند او جزيرة الكنز هو جيم هاوكنز، وهو يعني a 12 year old boy، هو ولد صغير عمره 12 سنة، لكن هنشوف انه من خلال احداث القصة قد ايه هو بيكبر او بيتصرف like a man، بيتصرف زي الراجل كده المسؤول. ونشوف مع بعض التكست اوف ذا ستوري، هنقرا مع بعض تكست الستوري ونشوف ايه الجرامر اللي هيقابلنا مثلا ونفتكر بيه اللي خدناه في اليونت، وايه الفوكابولري اللي ممكن تكون جديدة علينا. Jim Hawkins بيبدأ بيقول I will start by writing about the time when my father owned an inn called Admiral Bembo. Bembo طبعا Admiral Bembo ده المكان اللي هتحصل فيه أهم الأحداث في الستوري. طبعا ده بيقول إن أنا هبدأ من وقت لما كان والدي owned بيمتلك an inn. الـ inn اللي هي a small hotel، a small hotel بيسموها حانة أو بيسموها فندق، بس فندق أو يعني كوخ كده أو فندق صغير، هو مش طبعا هوتيل بالمعنى المعروف بالنسبة لنا دلوقتي، لكن هو عبارة عن small rooms كده and a small reception or hall maybe made of wood، ممكن يكون كان مصنوع من الخشب أو كده، مش بالشكل طبعا المتطور بتاع الهوتيلز الموجودة دلوقتي. لكن احنا لازم نبقى عارفين الكلمة، كلمة in اللي هي I double N طبعا اللي هي small hotel، small hotel okay. وفي برضو موتال، في برضو هيقابلنا برضو في حاجة اسمها موتال، برضو ده فندق بس صغير okay. موتال فندق بس ايه صغير، وان برضو small hotel. اسمه ايه الان بتاعهم ده، الفندق الصغير بتاعهم كان اسمه Admiral Bembo many years ago، الكلام ده كان من زمان.
I remember the day when a man walked into the inn. بيقول أنا فاكر الوقت اللي دخل فيه ال inn رجل. He was tall and strong. بيبدأ يوسف برضو main character, شخصية رئيسية هتقابلنا في chapter 1. بيبدأ يوسفه. He was tall and strong. طويل و strong, شكله قوي. With an old blue coat. لابس old blue coat. طبعا لابس coat قديم ولونه أزرق. And a scar on his face, he looked around him. A scar, دي كلمة جديدة علينا. The scar on his face, يعني عنده علامة كده in on his face. Scar دي يعني علامة مكان جرح قديم أو knife أو something like this. يعني علامة موجودة in on his face. He had a scar on his face. يبقى scar اللي هي علامة في الوجه وبتكون نتيجة جرح قديم أو a knife. This is a nice quiet place. بدأ يتكلم الشخص ده وقال انه المكان ده هادئ وجميل. I will stay here. هقعد هنا. Please take this up to my room. He said pointing to a large wooden box. شاور لهم على صندوق خشبي وقال لهم خلاص انا هقعد هنا. يا ريت حد يطلع لي دي in my room. You can call me captain. وقال لهم ممكن تنادوني باسم captain. And this is for you. He continued handing my father 3 or 4 gold coins. طبعا بيقول كمل كلامه وادى handing هي جاية من hand بمعنى طبعا يد ولما اقول hand بمعنى يسلم. Hand بمعنى ايه يسلم او هنا بيعمل زي كده he gave. Okay so hand هنا بمعنى gave. He hand my father 3 or 4 gold coins ادى لوالدي 3 أو 4 قطع ذهبية أو بنسميها اللي هي الكوين العملة المعدنية يعني بس بتبقى gold. Then the captain يبقى أول شخصية قابلناها جيم داوكنز وبعد كده هاوكنز سوري وبعد كده قابلنا the captain. The captain was usually a quiet man. He spent his days walking on the beach or on the cliffs. بيقول إنه كان شخص هادي جدا كل اللي كان بيعمله كان بيتمشى على البيتش على الشاطئ أو on the cliffs. الكليفس اللي هو السلوبينج بليس المنحدرات يعني الجزء الايه المنحدر. When he came back ولما كان بيرجع he always asked did any sailors visit the inn today. كان بيسأل سؤال دايما متعود لما يرجع بيقول did any sailors visit the inn today. هل أي من البحارة زاروا الان النهاردة. At first we thought he wanted to find some other sailors but later we realized that he didn't want any sailors to find him. لما كان بيسأل السؤال ده كنا احنا في الأول بنفتكر ان هو بيسأل لأنه مثلا منتظر حد يزوره أو عايز حد يزوره لكن بعد كده they found out هم اكتشفوا انه لأ he didn't want to meet anyone. لأ ما كانش عايز يقابل أي شخص أو ما كانش عايز السيلرز دول اللي هم البحارة يلاقوه طبعا أو يعرفوا مكان. In the evenings وفي المساء بقى أو في الأمسيات the captain sometimes told stories about his time at sea. كان بيقعد يحكي قصص عن مغامراته وأوقاته اللي قضاها في ال sea. My father was worried that nobody would want to visit the inn because they would be frightened by the captain's stories. طبعا والده كان قلقان في البداية إنه الناس مش عايزة تبقى هتبقى مش عايزة تيجي ال inn. ليه؟ لأنه ممكن يكونوا بيخافوا من روايات أو قصص الكابتن اللي بيحكيها عن البحر. But I think people liked them. لكن أعتقد هو أدرك بعد كده أنه الناس لأ كانت بتحب الستوريز دي. The captain stayed at the inn for months. طبعا قعد معاهم لشهور في الان. He didn't give us any more money for his room. ومن ساعة ما اداهم اللي هم 3 or 4 gold coins ما اداهمش أي money تاني. Moreover, كمان his father didn't dare to ask him for more money. ما قدرش حتى ان هو يسأله او يطلب منه more money. His father طبعا ما قدرش يطلب منه. يبقى انا عندي كلمة dare بمعنى زي ما نقول كده ما قدرش او يعني ما استجراش حتى ان هو ايه يطلب منه. يبقى dare بمعنى يتجرأ. اوكي؟ ما تجرأش ان هو ايه يطلب. حتى لما حد يغضب من حد انه عمل شيء مثلا او استهان بيه فممكن نقول كده زي ما تتقال في الافلام how dare you ازاي قدرت تعمل كده. فنشوفها and my father didn't dare to ask him for more. ما قدرش حتى انه يتجرأ يطلب منه more money. طبعا one morning the captain went for a walk along the beach. وفي يوم من الايام كالعادة في الصباح
خرج كابتن the captain for a walk along the beach على البيتش. I was helping my mother to make breakfast when another man walked into the inn. هنا هي I was helping عندي was و ing تاني بنفتكر مع بعض ال present continuous الماضي المستمر بيقول أنا كنت في الوقت اللي كنت بجهز فيه التيبل أو البريكفاست مع my mother when another man walked into the inn دخل شخص من شخص آخر للإيه للإن بيبدأ ويوصف الشخص اللي دخل ده بيقول he was thin and pale طبعا زي ما احنا شايفين جيم هاوكنز دوت يعني باين عليه ان هو كان ولد كان جود اوبزرفر كان ملاحظ جيد او عنده دقه ملاحظه يعني لان هو مش بيخلي حد يدخل غير لما يبدا يوصفه ويركز معاه ويشوف ملامحه دي ويشوف هو بيتصرف ازاي يعني مش كان مثلا 12 year old boy كده قاعد وخلاص نو كان يعتبر كده امان وريسبونسبل اون هيز ليفت هاند وايديه الشمال ما فيهاش غير ثلاث اصابع معنى كده ان في صباعين كانوا مقطوعين عنده هي sat down and asked بدا يقعد ويسال Is this table here for my friend Bill? هل الترابيزة اللي انتوا بتجهزوها دي for my friend Bill لصديقي بيل؟ طبعا هما ما يعرفوش who's Bill. ما كانوش طبعا مش عارفين اسم شخص اسمه بيل ما يعرفوش. فبدأ يقولوا له او هو قال له I told him that I didn't know Bill. انا مش عارف شخص اسمه بيل. And said that the table was for the captain. وانه الترابيزة دي لا بيجهزوها للكابتن. فالشخص ده قال له well my friend Bill might say that he's the captain he said انا خلاص عرفت فعلا هو صديقي بيل دايما بيحب الناس تقول له the captain he has a scar on his face وبدا يوصفه له هل هو عنده scar on his face علامه كده في وشه and likes to tell a story ودايما بيحب يقول قصص is that him yes رد عليه جام وقال له yes i said he's gone for a walk وانه خرج للتمشيه فبدا يساله which way did he walk he asked طيب راح من انهي طريق I pointed toward the beach انا شاورت على في اتجاه البيتش الشاطئ the man stood up and waited by the door for the captain to return لما اقول by the door يعني قريب من الايه من الباب طبعا هو استناه يعتبر يعني ورا الباب او قريب من الباب When the captain saw the man, لما الكابتن رجع وشاف المان ده, he looked pale and ill. واضح طبعا انه he wasn't happy to see him. ما كانش مبسوط طبعا ان هو يشوفه لان اول ما شافه حس انه هو بدأ يمرض ويبيل كده وشه يبقى شاحب. وقال له كده باستغراب black dog. Black dog, the captain said. يبقى الشخص اهو كل ده اللي احنا وصفناه وبنتكلم عنه كان اسمه black dog. فقال له that's right I found my friend Bill لقيت فعلا صديقي بيل We've had a lot of adventures since I lost these fingers وفكروا قال له فاكر لما كانت لينا adventures كتيرة جدا مغامرات كتيرة since I lost these fingers منذ أن فقدت these fingers الأصابع دي I left them to talk من باب الأدب يعني سابهم إن هم يتكلموا لوحدهم then suddenly there were loud shouts بدأت فجأة يسمعوا صياح وخناق كده ايه loud shouts بينهم and both men stood up and ran outside بدأوا يجروا ورا بعض خارج الايه the inn the captain had a sword and then I saw black dog running away الكابتن كان معايا نوع من السلاح اللي هو السورد السورد اللي هو السيف اوكي سورد طبعا هي فيها W لكن انا مش بنطق ال W بقول سورد على طول هنشوف كده الكلمة مع بعض كلمة sword okay sword اللي هو السيف a kind of knife يعني sword طبعا ال W كأنها مش موجودة فأنا بنطقها sword yeah and then I saw black dog running away على طول وجري منه ال black dog الشخص ده اللي هو اسمه black dog with blood on his arm ولاحظ انه موجود على his arm على دراعه blood دم The man continued running until we couldn't see him وجري لحد ما خلاص اختفى عن الأنظار ومش قادرين نشوفه. The captain walked back into the inn. دخل الكابتن تاني the inn. He looked ill and suddenly he fell over. كان شكله مرهق جدا وفجأة he fell over صح
سقط على الأرض وقع. I thought perhaps he was hurt from the fight. بيقول أنا توقعت إنه ممكن يكون اتجرح من الفايت. At that moment, وفي اللحظة دي, the doctor arrived to see my father who was sick. في اللحظة دي دخل دكتور اللي هو برضو من الشخصيات اللي هتبقى رئيسية معانا في الستوري, دكتور لايبزي. وكان جاي اصلا علشان يكشف على his father, يزور his father, لانه كان he was sick, لانه كان مريض. Help us دكتور ليفزي, the captain is hurt. طبعا his mother, بدأت his mother تنادي على الدكتور وتقول له help us دكتور ليفزي, the captain is hurt, الكابتن مجروح. The doctor looked at him and said he isn't hurt. لا هو مش مجروح ولا حاجة لما كشف عليه الدكتور, but he is very ill, لكن هو مرهق أو متعب جدا. Help me to take him upstairs, خليكوا يعني ساعدوني ان احنا نطلعه upstairs طبعا to his room. We took the captain up to his bedroom and the doctor gave him some medicine. طبعا اخدوها على غرفته upstairs فوق, والدكتور اداله some medicine, بعض الأدوية. The captain stayed in bed, قعد طبعا ونام في السرير the captain, but he wasn't quiet. حتى وهو تعبان وهو مريض he wasn't quiet, لا ما كانش برضو هادي. وبدأ تاني he told me about his travels at sea, بدأ تاني يحكي له قصص عن رحلاته في البحر. And said he had something which people wanted, وقال انه معاها اشياء ناس كتيرة جدا بتدور عليها وعايزين ياخدوها منه. Moreover كمان قال له معلومات عن بلاك دوغ اللي هو الشخص اللي عمل معاه فايت اللي اتخانق معاه. قال ان بلاك دوغ isn't as bad as some of the other men. بيقول كمان انه بلاك دوغ ده اقلهم كمان ضرر, يعني مش سيء قوي زي الرجالة التانية اللي ممكن يقابلهم. They all want to find me, وكلهم عايزين يلاقوني. Tell me if you see them, فانت لو شفت حد منهم او حد بيسأل عني just tell me, اخبرني او قولي. That evening my father died. بيحكي جيم بيقول انه في الليلة دي مات his father. I felt terrible of course, طبعا شعر بالحزن طبعا. And forgot all about the strange things that the captain told me, ونسيت كل الحاجات الغريبة اللي قالها لي الكابتن عن رحلاته. Then a week later, وبعد اسبوع, I saw a blind man coming down the road towards the inn. قابل شخص تاني وبيوصفه بيقول ان هو a blind man, كان شخص اعمى. Blind يعني can't see. Blind man coming down the road towards the inn. هنا طبعا احنا بنقرا الادب ليه, لان في عبارات جميله زي كده لما اجي اعبر مثلا ان شخص كان جاي ماشي في الشارع باتجاه حاجه معينه, فهو بيبدا يوصفه he was coming down towards, he was coming down, بيوصف كانه ماشي اهو في الشارع كانك شايفه بالظبط. فده الفرق بين اي جملة عادية انا بقرأها وبين story او piece of literature او كده نوع من الادب انا بقرأه, فبيكون التعبير فيه بيكون جميل وكأنك شايف الاكشن وهو بيحصل قدامك من خلال الكلمات والpropositions والحاجات دي. نشوفها تاني. Then a week later I saw a blind man coming down the road towards the inn. كان ماشي في الطريق باتجاه الان. He stopped outside the road, the door, when he was near and asked. هو واضح ان هو كان عارف المكان, وقف وهو قريب من الباب وبدأ يسأل where am I, انا فين. Will a kind person help me, ممكن شخص كويس كده او طيب يساعدني. فرد عليه بل وقال له you are at the Admiral Bamboo in Black Hill Cove. I told him, قال له انت في مكان اسمه Admiral Bamboo وموجود ده في منطقة اسمها Black Hill Cove. Okay, I told him. At that moment, وفي اللحظة دي, he grabbed my hand. في اللحظة دي بدأ البلايند مان بقى تظهر منه شخصية تانية. Okay, أو نوع من العنف شوية. He grabbed my hand. أما عارفين احنا grab بمعنى ايه, يشد يعني أو ياخد كده ايه بسرعة. يبقى grab, انا عندي الفيرب grab. اوكي grab طبعا ده فيرب بمعنى ايه, ينتزع او يشد كده. اوكي بعنف طبعا لما باجي اعمل الباست بتاعها فبتبقى grabbed
we add ed, grabbed. He grabbed my hand, take me, وبدأ يقول له take me to the captain, he said. Take me to him now. خدني عند الايه الكابتن. I walked with the blind man into the inn and took him to the captain. وفعلا مشيت معاه لحد ما وصلته للايه للكابتن. The captain looked very surprised to see him. كمان الكابتن كان مندهش جدا او متفاجئ ان هو يشوفه. بدأ يتكلم البلايند مان مع الكابتن وقال له now Bill. Stay where you are. I can hear you. Take this. خليك مكانك. أقدر أسمعك. Take this. وحط له حاجة في إيدي. He then put something in the captain's hand. Turn it round and lift. Just هو حط له حاجة on his hand. في إيدي. In his, the captain's hand. And he turned it round. ولف ورجع. And lift رجع تاني. The captain looked at what the man gave him. بص للحاجة اللي اداها له the captain. وبدأ يقول 10 o'clock I have time. الساعة 10 أنا لسه معايا إيه وقت. وإيه اللي حصل بعد كده؟ For my surprise or for your surprise, then the captain suddenly fell to the floor. He was dead. وفجأة وقع الكابتن على الأرض واكتشفوا إن هو he was dead خلاص مات. يبقى the captain لما نقول the captain هو نفسه بيل. اوكي عشان بعد كده لما تجينا اي سؤال عليه او لما يكون برضو بنقرا الاحداث نبقى احنا فاهمين بنتكلم عن ايه. لو قال بيل هو نفسه ذا كابتن. I found my mother and talked about what we should do. طبعا بداوا يقعد مع مامته ويتكلموا ايه اللي المفروض ان احنا نعمله. We knew that the captain had a box in his room. طبعا احنا كلنا عارفين او هو بيقول يعني ان هو and his mother عارفين انه الكابتن معاه a box in his room. عنده a box كده صندوق خشبي في غرفته. And it probably had money in it. وممكن او احتمال يكون فيه money in it. The blind man and the black dog probably wanted this. ممكن يكون اللي هو blind man وبلاك دوغ لما قولوا كانوا عايزين الودن بوكس ده لانه مثلا في money in the wooden box في الصندوق الخشبي بتاعه. The blind man and black dog probably wanted this. I thought about taking the box to Dr. Livesey. قال ان فكرت انه مين الشخص اللي هثق فيه وهديه البوكس ده ففكر ان هو يديها to Dr. Livesey. But I didn't want to leave my mother. لكن ما كنتش عايز اسيب my mother alone. طبعا ده تفكير رائع جدا و responsibility عظيمة منه لان هو بس عنده 12 years old لكن حاسس ان هو he is responsible for his mother, مسؤول عن مامته after his father's death. ودي طبعا صفة جميلة جدا وانه حاسس بالقلق عليها لانه حاسس انه في something abnormal كده بيحصل او مش طبيعي بيحصل. But I thought about taking the books to Dr. Livesey, but I didn't want to leave my mother. We knew that we were in danger. احنا مدركين ان احنا in danger, يعني احنا في خطر. We decided to go to the nearest village and ask our neighbor. قررنا ان احنا نروح لأقرب قرية ونطلب من neighbors من الجيران for help. يساعدونا guarding the inn في حماية الان. طبعا guard اللي هي حارس وguard فعل بمعنى يحرس او يحمي. Guarding the inn طبعا في حماية الان. However none of the people in the village wanted to help us. لكن للأسف مفيش حد في القرية كان عايز يساعدهم. ممكن حسوا انه ده في danger عليهم خطر عليهم فمش عايزين يغامروا وممكن ما يكونش العلاقة بينهم كويسة. We don't know. They didn't come back with us. لكن انه او الخلاصة ان هم they didn't come back with us ما رجعوش معاهم. But one man بس في اتنين بس واحد منهم one man went to tell Dr. Livesey. واحد منهم راح عشان يقول للدكتور Livesey عن التطورات دي. Another man said that we could have his gun. واحد تاني قال ممكن ناخد his gun نحمي بيها نفسنا. اوكي يبقى واحد راح one man went to tell Dr. Livesey عن ال events دي او ال actions اللي حصلت دي. Another man suggested اقترح ان هم to take his gun to guard themselves ان هم ياخدوا his gun هي المسدس بتاعه او البندقية بتاعته عشان يحموا نفسه. لكن in general the neighbors didn't help them.
it was dark بيوصف بقى المكان بالظبط او الوقت بالظبط، بيقول it was dark طبعا كان الدنيا ليل وظلام. when we returned to the inn لما رجعنا the inn we found the key to the box in the captain's jacket، ولقوا فعلا مفتاح البوكس في جيب الكابتن. I also saw the message that the blind man gave to the captain، وكمان لقوا المسج اللي سابها البلايند مان الراجل الأعمى ده في ايد الكابتن. It said وكان مكتوب فيها you have until 10 o'clock tonight، كل اللي انت او يعني قدامك لحد الساعة 10 بالليل النهاردة. We went upstairs. My mother soon opened the box with the key. طلعوا طبعا فوق وفتحوا. His mother طبعا والدته فتحت البوكس with the key. Inside جواه بقى we found some clothes, some guns, some papers. جوه البوكس لقوا some clothes طبعا ملابس، بعض الملابس، و some guns أسلحة سواء كانت مسدسات أو بنادق. Some papers وأوراق. And other things وبعض الأشياء الأخرى. We also found a bag with some coins inside. كمان لقوا شنطة موجود فيها some coins بعض العملات اللي ممكن تكون gold coins or so what. We only have time until 10 o'clock. بيقول إنه إحنا كمان أكيد قدامنا لحد 10 o'clock والناس دي هتيجي. Let's leave before the blind man and black dog return. خلينا نمشي بسرعة من هنا قبل ما يرجعوا تاني اللي هو blind man والblack dog. I will only take the money which the captain owes us. كل اللي أخده أو his mother طبعا علمته درس مهم جدا وقالت له إحنا بس هناخد الفلوس من الشنطة اللي which the captain owes to us. Which the captain owes to us. دي نوع من الhonesty، نوع من الأمانة. She was honest. وقالت ان احنا بس هناخد من الماني the money that the captain owes to us، يعني بس الفلوس اللي مديون بيها الكابتن to us. مش معنى انه مات ومش معنى انه مش موجود خلاص ناخد كل his money. No, be honest. نخلينا كده امناء. و they took only the money the captain owes to them. خلينا نشوف الverb owe اللي هي owe يدين لحد او يبقى عليه فلوس لحد. اوكي owes to us. My mother said opening the bag. We stood up to leave and I decided to take the papers from the box too. انا كمان بقى قررت ان انا اخد البيبرز لانه ممكن تكون دي اوراق مهمة ولازم ناخدها معنا. We walked as quickly as we could back towards the village. بيقول احنا جرينا او مشينا على قد ما نقدر بسرعة علشان نرجع تاني للفيلج. but as we walk لكن واحنا ماشيين we heard the sound of people in the road behind us. سمعنا اصوات كده لناس in the road behind us في الطريق ورانا او خلفنا. His mother قالت له طبعا his mother خافت عليه وقالت له take the money and run. خد انت الفلوس and run واجري. I'm too weak to continue. I'm too weak to continue. أنا ضعيفة جدا مش هقدر استمر في الجري ده أو في الرحلة دي. I didn't want to leave her. طبعا أنا كمان ما قدرتش إن أنا أسيبها لوحدها. So we stopped under a bridge. إحنا وقفنا تحت bridge تحت كوبري. Where we could hide in the dark. هناك استخبينا في الظلام اللي هي under the bridge. طبعا ده chapter 1 ده اللي حصل فيه. ودي الشخصيات اللي احنا قابلناها. يبقى احنا قابلنا جيم his mother وعرفنا ان his father died وقابلنا دكتور لايبزي اللي هو هيستمر معانا as a main character وقابلنا somebody called Bill وكمان اسمه the captain وقابلنا two characters اللي هم black dog and the blind man وقابلنا كمان some neighbors وعرفنا انه they didn't want to help them. فاحنا كده في chapter 1 وقفنا عند جيم وهو he was hiding with his mother under the bridge. نشوف كده مع بعض في الكتابة. عندنا جايب لي some exercises related to the story and the vocabulary. نشوف كده مع بعض سؤال بيتعامل مع الفوكابولري اللي قابلتنا في الستوري. Number 1 وقلنا قبل كده اللي هي scar علامة في الوجه بتبقى من old injury من جرح قديم او from a knife. انا عندي هنا 10 words 10 كلمات وعندي 10 definitions و10
تعريفات. فنشوف مع بعض scar. scar زي ما قلنا علامة جرح قديم او كده. فلو بصيت كده في التعريفات بتاعتها فهلاقي number one هي letter C, a mark on skin from a cut or wound. a mark on skin from a cut or wound يعني علامة في الوجه او في على الجلد, مش شرط في الوجه, لكن هو في الكاركتر بتاعنا كان a scar on his face. دي بتبقى from a cut, من جرح او قطع قديم. number two cleft. وقلنا cleft اللي هي yes cleft اللي هي المنحدر او مكان منحدر او ايه نازل. يبقى cleft اللي هي letter A, a steep piece of land or rock, مكان منحدر او نازل كده لتحت من ايه, سواء كان ارض او rock, صخرة. يبقى احنا قلنا number one مع letter C, number two مع letter A. number three dare, وقلنا بمعنى يتجرأ. اوكي, يبقى dare اللي هي letter E, to be brave enough to do something. to be brave enough to do something يعني بنقول بيبقى جريء او يقدر او من الشجاعة ان هو يقوم بشيء بفعل معين. number four pale. pale بتتقال على اللون, اوكي, او الوجه. لو قلت على اللون اللي هو بيبقى لون خفيف, ولو قلت على الوجه انه لو قلنا pale face يعني وجه شاحب, دليل طبعا على انه he is ill. يبقى pale letter B, light in color. light in color يعني اللون خفيف. number five sword. sword وقلنا اللي هي اللي هو السيف اللي هو letter H, بنقول a weapon هو سلاح, with long sharp blade, سلاح بيكون ليه زي البليد نفسه, البليد اللي هو السلاح نفسه بيكون long and sharp. long and sharp طويل وشارب حاد. يبقى letter او number five sword مع letter H a weapon. sword في الاخر هو a weapon with a long sharp blade. number six inn, وقلنا اللي هو الفندق الصغير او الحانة. inn means طبعا ان احنا اتفقنا قبل كده اللي هو small hotel. اوكي, and we can find it مثلا في the choices هنلاقيها اللي هي small hotel. number seven blind. blind means can't see. blind الشخص لما بيبقى blind يعني can't see, ما يقدرش يشوف. اوكي, then we have also طبعا can't see هنا اللي هو not able to see اللي هو letter F طبعا. number 7 number 8 grab. grab معناها to take hold of something suddenly. grab زي ما قلنا ان هو ايه, يشد حاجه بسرعه او يخطف حاجه بسرعه. grab. number 9 guard. guard بمعنى يحرس, وهي برضو letter I اللي هي نفسها اللي قدامها, to protect something or someone. to protect someone or something. او بمعنى مدان لحد. اوكي, او بمعنى مدان. and طبعا دي هي الكلمات او هي اهم الكلمات الجديدة اللي قابلتنا في الستوري. عندنا برضو الكلمات دي عايزين نستخدمها in context في جمل. نشوف مع بعض. انا عندي اول كلمة guard بمعنى يحرس, او مدين او مدان لحد, grab زي ما قلنا بمعنى يشد او يخطف, in اللي هي حانة او small hotel, وبلايند طبعا الشخص اللي هو can't see. فنمبر 1 عندنا he is, وسبيس he can't see, يبقى اكيد هنختار he is blind. يبقى نمبر 1 blind. نمبر 2 I need someone to space my villa. to my villa عايزين شخص او انا بدور على شخص يعمل ايه للفيلا بتاعتي. اكيد to yes to guard, يحرس الفيلا بتاعتي. I need someone to guard my villa. number 3 I spent a night in a or an space on my way to Alexandria. بيقول انا قضيت ليلة في الطريق في مكان معين كده في طريق الاسكندرية. احنا عارفين الطريق الاسكندرية او اي هاي واي, اي طريق سريع, بيكون فيه كده استراحات بنسميها an inn, بنسميها inn or motel.
in or motel. فهنا بيقول I spent a night in an inn. يبقى هنا number three in. I-N-N. Number four. Jack lent me some money. Jack سلفني بعض الفلوس. طالما أنا I lent أو he lent I borrowed some money أو he lent me some money. So I owe him. Owe him يعني أنا مدان لي بإيه؟ ب 1000 pounds. I owe him. I owe him. أنا مدين لي. Number five, to with space is to take hold of something suddenly. To take hold of something suddenly. كلمة suddenly هي الكي ووردز هي الكي وورد لكلمة إيه؟ grab. Grab بمعنى ينتش أو يخطف أو يسحب حاجة بس إيه؟ suddenly فجأة. Okay? So to grab is to take something, to take hold of something suddenly فجأة. Okay. طبعا الكونتكست دي طبعا بتعرفني الكلمات دي او معناها ايه اكتر بتوضح. هنا جايب لي quotations. Read these quotations. والquotations اللي هو اول مرة يدرس story او طبعا انتم من الناس اللاكي اللي درست قبل كده story in the prep stage. وعارفين quotation. Quotation يعني اقتباس او the speaker's speech بالضبط. كلام الايه الشخص باخده كده بسميه ايه quotation. بسميه ايه quotation. فهنا بيقول read these quotations هتقرأ الاقتباسات دي. Who is the speaker of each sentence? Why do they say this? هنشوف الكوتيشنز دي وكل شخص مين أو مين الشخص اللي قالها. طبعا هو جايب لي أهم الشخصيات اللي قابلناها in chapter 1. جايب لي black dog, the blind man, Jem, and the captain كمان من الشخصيات. وجاب لي دكتور ليفزي and Jem's mother ووالدة Jem. نشوف number one quotation. Help me to take him upstairs. مين قال كده؟ ساعدوني علشان نطلعه upstairs. Yes, سمع حد بيقول دكتور ليفزي. كمان من السؤال بيقول why do they say this؟ وليه هم قالوا كده؟ هو لما قال help me to take him upstairs بنقول because the captain was very ill. Because the captain was very ill. لأن الكابتن كان مريض جدا. So he wanted them to help him to take him upstairs. Number two. Take me to the captain. خدني عند الكابتن. مين قال الكلام ده؟ quotation ده كان بتاع مين؟ Yes, excellent. سمع حد بيقول لي يا مس ده كان بتاع the blind man. The blind man اللي هو الشخص الايه الأعمى. Take me to the captain. خدني عند الكابتن. Why do he say this? Because he wanted to talk to the captain أو he wanted to give the captain something لأنه كان عايز يتكلم مع الكابتن أو يديله something. So take me to the captain. مين قالها؟ The blind man. الرجل الإيه؟ الأعمى. Because he wanted to talk to the captain. كان عايز يتكلم مع الكابتن. نشوف quotation number four. They all want to find me. They all want to find me. كلهم عايزين يلاقوني أو يعثروا علي. مين قال الكلام ده؟ The captain. Exactly. هو اللي قال الكلام ده. The captain أو بيل. لو لقينا برضو شخصية بيل هو نفسه the captain. طيب وقال الكلام ده ليه؟ بيقول إنه they all want to find me. كلهم عايزين يلاقوني. Why? Because he had something that they want to take. لأن هو معاه شيء كلهم عايزين ياخدوه منه. هنكتشف بعد كده هو ايه الشيء ده. Number five. I have found my friend Bill. I have found my friend Bill. لقيت فعلا my friend Bill صديقي Bill. مين قال الكلام ده؟ Black dog. الشخص اللي هو كانوا بيسموه black dog. Yes هو اللي قال الكلام ده. I found my friend Bill. طبعا when he saw his friend or the captain coming to the inn. When he saw the captain coming to the inn. لما لقى الكابتن داخل للايه للان. Quotation number six. Take the money and run. خد الفلوس and run واجري. مين قال الكلام ده؟ Yes. Jem's mother. Jem's mother هو اللي قال الكلام ده. وطبعا هي كانت بتقول له عشان he want because قالت له كمان because I'm too tired to run أو to complete أو to continue. هي كانت ضعيفة جدا مش هتقدر تجري معاه فكانت خايفة عليه وقالت له take the money and run. Okay. Then we will go number four. Question number four طبعا in your student book في كتابنا. جايب لي برضو نوع تاني من الأسئلة بيقول لي match and match to complete the sentences.
عندي برضو جايب لي الكاركترز، الشخصيات بتاعة القصة، لكن بشكل مختلف. هو بيوصفهم لي، بيتكلم او جايب كده جملة عن كل شخص فيهم. طبعا دراسة الادب من اهم الحاجات فيها ان انا ابقى اوير what are the characters، مين هم الكاركترز اللي عندي، وازاي اوصفهم او ازاي اعرف اعرفهم للي بيتكلم مثلا معايا، او احنا بنتكلم عن الكاركترز. نشوف اول كاركتر عندنا جيم هاوكنز. جيم هاوكنز ده اول كاركتر عندنا، ولو بصينا لوصفه هقول ان هو letter E. جيم هاوكنز هو the narrator of the story، هو راوي القصة او الشخص اللي بيحكي او بيتقال على لسانه القصة. يبقى جيم داوكنز letter E was the narrator of the story. Number two, the captain اللي هو الكابتن او بيل، طبعا ده كان letter F، was tall and strong، هو وصفه كده ان هو he was tall and strong with an old blue coat and a scar on his face. وصف ان هو كان شخص طويل وقوي، وكان لابس كوت كده، جاكيت قديم ولونه بلو، and a scar on his face، وفي علامة في وشه. Number three، الكاركتر number three black dog، برضو وصفه لنا مع letter A، وقال ان هو البلاك دوج ده كان he was thin and pale، كان جسمه نحيف ووشه pale، شاحب، with three fingers on his left hand، وعنده بس ثلاث أصابع في his left hand، في إيديه الشمال. Number four، Jim and his mother. Jim and his mother عملوا إيه؟ بنقول إن هما decided to go to the nearest village، قرروا إن هما يروحوا أقرب قرية، and ask their neighbors for help guarding the inn، ويطلبوا من الجيران هناك في الفيلج إن هما يساعدوهم في حماية أو حراسة the inn، الفندق الصغير. نمبر 5، كاركتر نمبر 5 دكتور لايفزي. دكتور لايفزي دوت بيوصفوه ان هو he was a doctor. he was a doctor. اوكي okay. طيب يبقى انا بقى اللي ملهاش رقم دي didn't help the boy and his mother، مين اللي هم the villagers او سكان القرية القريبة منهم، they didn't help the boy and his mother. كمان عندنا نوع تاني من الاسئلة عن chapter 1، answer these questions، دي بقى سؤال واحنا بنجاوبه على الايفنتس بتاعت الايفنتس بتاعت الستوري او الشابتر. نمبر 1، why did captain want to stay in a quiet inn؟ ليه كان الكابتن عايز يقيم في quiet inn؟ because he had something، هنقول because he had something and he didn't want to give it to anyone، أو ممكن نقول because he didn't want other people to find him، لأنه ما كانش عايز other people to find him، يلاقوه ولا ياخدوا منه الشيء اللي معاه. يبقى why did the captain want to stay in a quiet inn؟ because he had something that he didn't want to give to the people، or because he didn't want other persons to find him أو other sellers to find him، اللي هم البحارين التانيين ما كانش عايزهم يلاقوه. Number 10، Jim's father thought that the captain's stories were frightening. كان Jim's father بيعتقد انه الحكاوي او القصص اللي كان بيحكيها الكابتن كانت frightening، مرعبة. But other people liked them. What do you think the captain's stories were about؟ طيب انت بقى من وجهة نظرك what do you think، لان احنا اتفقنا انه الاسئلة حتى لو جات على الستوري او على اي جزء في الامتحان بتكون هي عبارة عن critical thinking، اسئلة ايه، تفكير نقدي. فانت من السيتويشن ده، الموقف ده، بتتوقع انه حكايات الكابتن او قصص الكابتن اللي كان بيحكيها كانت about what، كانت about what. هو كابتن وبيحكي about the sea، يبقى اكيد the stories were about the sea، the pirates، the dangers of the sea، ممكن كمان تكون about dangerous sea animals، ممكن dangerous pirates، ممكن تكون كانت حكايات عن حيوانات خطيرة، حيوانات بحرية خطيرة، او كان مثلا عن pirates اللي هم القراصنة اللي بيطلعوا او بيخطفوا السفن دول pirates، ممكن تكون كمان كانت عن مثلا shipwrecks، كان او sinking، غرق سفن وكده. كل دي حاجات طبعا رحلات بتبقى frightening، مرعبة، about the sea، او اي شيء بقى. يعني انت لما تكون قاري حاجة زي كده
ويجي لك سؤال، فانت هتبقى في بالك ايدياز وفي بالك فوكابيولري. ولو انت سمعت مثلا برضو الستوري دي او شفتها على اليوتيوب، هنلاقي برضو في حاجات كتيره ريليتد تو ذا سي ستوريز، لقصص البحر، ومنها حاجات فرايتنينج ومنها حاجات انفايتنج اند انترستنج. نمبر 3، what did the blind man give the captain؟ طيب البلايند مان ده give the captain ايه؟ اداله ايه؟ طبعا زي ما شفنا او زي ما اكتشفوا في الاخر، he gave him a paper that you have until you only have until 10، يعني قدامك لحد الساعة 10 o'clock this night. So he gave him a paper written on it that you have until 10 o'clock this night، ان انت قدامك لحد الساعة 10 this night. Question number 4، why did the people in the village not want to help Jim and his mother؟ طبعا هم ما قالولناش في الستوري كده directly انه why didn't they want to help Jim and his mother، قالولنا بس انه the neighbors او the villagers didn't help them، ما ساعدهمش. why؟ هو بقى هنا سايبك يعني to think. ممكن نقول because they feel or they felt that they are in danger، لان هم حسوا ان هم نفسهم ممكن يكونوا في خطر. ممكن نكون يكونوا they didn't want to risk their life، مش عايزين يغامروا بحياتهم، لان الموضوع فيه guns وفي swords وفي fighting، والموضوع شوية ايه frightening او مقلق مش سلس يعني. so they didn't want to help them. ممكن يكونوا مثلا they are not acquainted to each other، هم ما يعرفوش بعض قوي، ما فيش بينهم relation، عشان كده ما كانوش عايزين يساعدوهم، او في fights بينهم before. كل دي حاجات ممكن افكار، طالما انت بتقول فكرة related to the chapter او related to the events، كل دي حاجات طالما هي متعلقة بيها ولوجيك منطقية ومكتوبة صح، ف it's acceptable. once هو مجرد ما يقولك do you think، فسب لك انت تفكر بقى وتتخيل وتحط طبعا end او تحط تفسير لكل الاحداث. لكن زي ما قلنا لازم ابقى قاري القصة كويس، او عندي خلفية من كذا قصة قبل كده او كذا موقف قبل كده، بحيث اقدر افكر critically، وإلا انا مش هقدر افكر تفكير نقدي ولا حاجة من غير ما يكون عندي معلومات قبل كده او background، يعني من الideas، من الvocabulary، من الgrammar to express myself in a right way. كمان عندي questions هنا. question number 5، why do you think the captain didn't want any sailors to see him؟ برضو سايب لك انت تفكر، تفتكر ليه الكابتن ما كانش عايز السيلرز اللي هم البحارين يشوفوه؟ احنا قلنا قبل كده انه ممكن because he has or he had a very precious thing that they wanted to take from him، لانه ممكن يكون معاه حاجة قيمة جدا هم عايزين ياخدوها منه. or because they want to kill him، او ممكن هو مش عايزهم يلاقوه لانه ممكن يكونوا عايزين يقتلوه. اي reason يكون منطقي وليه علاقة بالevents بتاعت الستوري. number 6، in your opinion، من وجهة نظرك بقى، what happened between captain and black dog؟ من وجهة نظرك ايه اللي ممكن يكون حصل بين الكابتن and black dog؟ طبعا احنا قلنا ان هم سابهم يتكلموا، they left them to talk together، وفجأة سمع أصوات fighting and loud shouts. طب إيه ممكن يكون حصل؟ ممكن يكون إنه black dog دوت asked the captain to give him something and he refused. ده اللي أنا بتوقعه، إنه هو طلب منه يدوله حاجة معينة but he refused، لكن هو رفض. نشوف أنتوا بقى تفكيركم هيكون إيه. ممكن يكون حاجة أفضل من كده بكتير. number 7، what does the word grab imply؟ what did the word grab imply؟ هو كلمة لما استخدم كلمة grab هنا ادالك effect ايه، او ادالك معنى ايه لما سمعت كلمة grab؟ it implied طبعا اكيد كلمة grab معناها انه he is very strong، انه blind man ده كان very strong. ممكن يكون he was very angry، كان زعلان جدا او غضبان جدا. ممكن يكون he is very aggressive، اصلا هو عدواني او dangerous. اوكي، او انه الموضوع كله شوية كده in danger، شوية في ايه، في خطر. يبقى كلمة grab دي كلمة مش طبيعية او معنى مش طبيعي لاخذ الاشياء. اوكي، grab means to take suddenly and strongly، باخد بقوة. اوكي، so
maybe he was angry, maybe he is strong, maybe he is very aggressive, and so on. Number 8, وآخر سؤال, do you expect Jem will leave his mother? Why and why not? هل تتوقع أنه Jem هيسيب his mother? Why and why not? For myself, I didn't think so. ما أعتقدش أنه هو هيسيبها because he was very responsible. لأنه هو كان very responsible boy. كان ولد متحمل مسؤولية. And maybe because he loved his mother so much and he was worried about her. ممكن يكون كمان لأنه هو كان بيحب his mother جدا وكان قلقان عليها. And so I think he won't leave his mother طبعا alone. وزي ما قال لنا أصلا في آخر حدث في القصة اللي هو they went under a bridge, راحوا under the bridge to hide in the dark عشان يستخبوا in the dark. وهنشوف مع بعض إيه اللي ممكن يحصل في أحداث القصة بعد كده, ممكن نتفاجئ بحاجة تانية غير رأينا ده خالص. زي ما شفنا احنا بنقرأ الستوري بناخدها يعني بلاش ان احنا تنشن ولا مش بتيجي في الامتحان ولا هتيجي في الامتحان, don't worry خالص, سواء جت في الامتحان او ما جتش احنا بنقراها كأنه درس ريدينج, كأنه درس ريدينج عادي خالص, بنطلع منه بفوكابيولري, بنطلع منه بأفكار, بنطلع منه احنا بثقافة عندنا من ستوري احنا قريناها او موقف احنا شفناه. اوكي, وكمان moreover اكتر من كده to enjoy the language, دي فرصة كويسة ان احنا نستمتع بالايه باللغة وازاي بنعبر بيها وازاي بنوصف بيها المواقف وازاي اقدر استخدمها ك daily life, ك يعني لغة يومية كده اقدر اوصف بيها كل الاحداث. We've run out of time, وقتنا خلص. Till we meet, inshallah, don't forget to answer and to practice English with your friends and your family. Till we meet, inshallah, thank you very much. Here is Miss Iman Daaz greeting you and goodbye.